اكيد مباراه مهمه كابتن، ويمكن احنا اتكلمنا كتير، وكمان النهارده الجهاز الفني واللعيبه على طول بعد الوصول كان ليهم اجتماع مع بعض واتكلموا بشكل مباشر، ودي ميزه النادي الاهلي ان هو بيواجه نفسه او يعني طبعا. ده ما بيحطش الشماعات على حاجه، كل الناس اتكلمت على المباراه واحنا حاسين بالمباراه. الحاجات الايجابيه طبعا اللي طلعنا منها ان احنا ما خسرناش رغم ان احنا كنا وحشين. معانا تقرير دلوقتي كمان على مستوى الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان قال ايه بعد المباراه، تطلعاته كمان ان شاء الله باذن الله يعني وصلنا خلاص لدور الثمانيه. الكابتن سامي قمصان اتكلم على مباراه النادي الاهلي والمريخ، نشوف تقرير ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع الكابتن الكبير خالد جدل. دي من الحاجات الايجابيه يعني ان انت في اليوم اللي بيبقى فيه ضيق بالنسبه لك او ما تكونش في حالتك يعني وتعادل برضو، واعتقد دي الحاجه الايجابيه الوحيده في المباراه. يعني حالتنا كانت وحشه جدا خصوصا الشوط الاولاني بالنسبه لنا، يعني الحمد لله ان انت برضو ترجع شوط تاني وتقدر تجيب هدفين في توقيت برضو صعب الهدف التاني، اعتقد الحمد لله دي هي ايجابيه من الايجابيات اللي بتاعت النهارده يعني. لكن الاهم بالنسبه لنا طبعا هو التاهل، وده اللي الحمد لله اللي احنا حققناه يعني. لكن ان شاء الله الفتره الماتشات اللي جايه ان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل لنا ان شاء الله. اولا عشان تبقى كويس لازم تعترف في الاوقات اللي انت بتبقى فيها مش كويس يعني، ودي حاجه طبيعيه جدا يعني في الكوره يعني، وارد جدا ان انت تكون مش في حالتك يعني، ممكن تكون ظروف خارجيه، ممكن تكون استعداد اللعيبه للمباراه مش نفس استعداده المباراه بيتا، نفس القصه الحاله الذهنيه اللعيبه ما كانتش برده في تركيز يعني زي الماتش اللي فات يعني. القوه البدنيه اللي فرقه المريخ لعبت بيها المباراه مع سوء ارضيه الملعب ممكن تكون برده اثرت علينا شويه، ممكن برده اللعيبه اللي راجعه لنا من المنتخبات ما لحقناش نتمرن واللعيبه برده راجعه طبيعي، كله عمل نتائج ايجابيه سواء عندنا في منتخب مصر او مالي او بواليا نفس القصه يعني. فاعتقد برضو ممكن تكون يعني انا بتكلم على ممكن الاسباب اللي تكون خلتنا حالتنا وحشه النهارده يعني. لكن انا الاهم برضو اللي بنتكلم عليه ده يعني الحمد لله برضو كان النهارده برضو فعل كويس، اللي احنا السنه اللي فاتت برضو تاهلنا من خلال السودان والحمد لله حققنا البطوله، وكان الحمد لله ربنا بيكتب دايما الخير، واحنا لازم زي ما بنعترف ان احنا اوقات نبقى كويسين النهارده برضو نعترف ان احنا ما كناش في حالتنا، لكن بنوعد ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله تكون افضل بالنسبه لنا يعني. يعني هو الراجل اتكلم ان لازم نبقى اهدى، لازم نخش الماتش، لازم نفكر بشخصيه البطل، لازم نرجع لحالتنا، ودي مهمه جدا يعني. اعتقد الحمد لله زي ما انت قلت كان عندنا فرصه في بدايه المباراه لمحمد شريف، المنتهي لو كان لعبها سهله لبواليا كان ممكن يفتح الماتش بدري وكان يبقى عندنا افضليه اكتر اللي احنا نحققها يعني. لكن في نفس الوقت برضو ربنا الحمد لله برضو سطر علينا في البلانت اللي ما جاتش يعني، فدي مقدرات الكوره يعني ودي متغيرات الكوره، لكن يعني صفحه ونطوط خلاص يعني، وان شاء الله بقى اللي جايه ان شاء الله عندنا مباراه برضو سيمبا، عندنا برضو فرصه تجهيز اللعيبه برضو اللي هي بعيده شويه نقدر تاخد فيها، وبرده في عندنا لعيبه لعبت كثافه نشاط كتيره جدا الفتره اللي جايه نقدر برده نريحها ونستعد كويس بقى ان شاء الله لمباراه دور الثمانيه ان شاء الله. اللي بياخد البطوله البطل اللي بياخد البطوله بيلاعب كل الفرق القويه، ودي حاجه طبيعيه يعني بغض النظر هتلاعبها دلوقتي وبعدين يعني. لكن السنه اللي فاتت برده كل الفرق اللي كانت في المركز الثاني هي اللي صعدت يعني، والحمد لله يمكن احنا حققنا نتيجه كويسه برده مع صن داونز، وكان عندنا افضليه في المباراه الاولانيه اللي على ارضنا كانت برده دي تدينا افضليه كويسه نفس السيناريو يعني. لكن الاهم 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 واللي احنا بنتكلم عليه دايما ان احنا صعدنا، ودي نقطه مهمه يعني. ممكن تكون النتائج ما كانتش مرضيه قوي يعني، لكن انا شايف ان النتيجه الوحيده اللي ما كانتش طبيعيه اللي هي ماتش بيتا اللي عندنا، اعتقد لو كنا كسبنا وحققنا نفس النتائج ولعبنا سيمبا عندنا وكسبنا سيمبا اعتقد كنا هنبقى برضو اول مجموعه، لكن هي دي كوره يعني، ولازم تحترمها في اوقات اللي انت بتكسبها واللي انت بتخسر او بتعمل نتيجه سلبيه فيها.